ونرجع لكم في حلقة جديدة وعدلنا مشكلة القطار. طبعا القطار شو كان مشكلته؟ بكل بساطة القطار كان مشكلته ان انا كنت حاطط شو اسمه غلط، وجه القطار غلط، فراس القطار شليت راس القطار وقلبته واستوت اموره طيبة ودنياها بخير. يسلم عليكم الحين، لا ما يسلم عليكم، ما بس عليكم كيف قطار يسلم عليكم. والحين ببدأ اسوي الملتك ستيشن، لأنه بيكون عندي مشكلة ثانية إذا ما سويت الملتك ستيشن. وين بيروح القطار؟ كله قاعد يجيب لي سامان من الصبح، ولازم يكون في سملتنج ستيشن. زين، مكان يتحمل فرن غير ولا ما يتحمل؟ يتحمل. نحط هذا هني، انتاج كله بيروح تحت. ونبغى فران، فران يبغى لنا ستيل بليت، ستيل تحت بنسرق الحين. خلنا نسوي ريسيرش. انا الحين بزيد الماينز، بحاول ازيد كل شيء. حتى ريسيرش سنتر هذا في المستقبل راح يتغير، راح اغير وايد شغلات، لان اللعبة استوت كبيرة وتضيع، واللي يحس عمره مضيع اسمح لي، لكن لازم يرجع لحلقات قبل، لان اذا ما رجعت لحلقات قبل ما بتقدر تستوعب السيريس. ان فاكتوري شوي يبالها يعني تركيز، صراحة مش شوي، وايد تركيز يبالها. ف كم 20 ما اظن يكفون، ابو اكثر من 20. انا مش ناقصني طوبك، ناقصني طوبك، هي ناقصني طوبك طوبك. انا لحين ما صلحت ال تسمع على فكرة ما ينزل تطور وركر روبوتس. خلنا نسوي الوركر روبوت. لحين ما سوينا ترى الروبوتات، ترى سوينا بطارية وانا ما وقفت المشروع، لكن عندي مشاكل في الحديد، مشاكل في البرونز، وكلها مسافات بعيدة. فالحين شو قمت اسوي؟ قمت لحظة، خلنا نحط هنا كهرباء، نبدأ نشغل الجماعة. وانا ما نسيت الموضوع يعني، بس الحين هذا المكان راح يكون شوية ضخم بالنسبة للأماكن اللي نحن متعودين عليها، لكن عادي لا تحاتوا، الأمور طيبة دائما طيبة. طبعا نزين، هذا هني، هذا هني. خلنا نزيد كم حبة يشلون الحين. ديستكس لوكس تو ما نبغى كم، خلي يشلون أربعة أربعة، خلهم يشلون وايد، ابى يشلون وايد. انا بدل ما كل واحد حبتين وياني، هذا الاختار قاعد ينزل سامون. بس طبعا هالارمز لازم نغيرهم كلهم، مكانهم مش صحيح. اذا ما صلحناهم راح نتوهق. هذا الدرب الجديد، انت دربك وين؟ بسوي بلو برنت هذا على فكرة، فبعدين بحاول انزلكم اياه. سوي بلو برنت وبرنت وبحاول انزلكم اياه. ما اعرف وين بننزله له حاليا، لكن بننزله. زين، ما نقدر نسوي بالطريقة هاي. اروم الحين انسخه، بس بسوي وركر بوتس، بس ما عندي ماتيريال الصراحة. ماتيريال عندي مستوي زيرو حاليا الوضع، والمكان يبغى له امتداد وعنده مخلوقات. على فكرة اخسيه في العالم دوسة القطار، اخذت لي دوسة من القطار اكلت فيها هو الصراحة، والله اكلت فيها هو، ذبحني على طول. ما في، قال لي جيم اوفر، تبي تطلع ولا تكمل؟ طبعا من انسان محترم وبكمل اللعبة، قلت لهم كمل ورديت لجثتي، بس شليت كل اغراضي عادي يعني، ما كان في مشاكل. الحين اختار طبعا مش قاعد يفضى، اوكي مش قاعد يستوي، اوكي هني في المحطة، بس في المحطة الثانية راح نضبط الاوضاع. لحظة انزين، انا من وين قاعد يجيني؟ من هني صح، لان انا كنت حاط هذا غلط والحين متوهق فيها. لحظة خلنا ننظف الخطوط.
بما اني قاعد احط افران وايد، خلنا نفض الافران، نفض خلاص يعبيهم في غير هي فيه. لا ما في غير بعد، ممتاز. وغير مكان كهرباء ما عليه، لا تحاتون، بس ما عندي مكان الحين. لحظة زين، ما عندي مكان لاني انا شال كل حد من هذا. خلنا اثنين، واحد، اثنين، واحد. اوكي الحين شو مستوي عندي؟ طلع لي الفيول كله، خلنا نكشط المكان كامل هذا من الفيول. كان الفيول غلط جدا غلط. عندي فيول، خلنا نلعب هاي. عندي فحم ما باخ، اوريدي قاموا يعبون في مرة، معبي فحم فوقهم حاليا. انزين شو الحين لازم نسوي؟ لازم نكون مغير اماكن سمان. خلينا نحط الصناديق. اوكي ابا صندوق هذا، ما في صناديق هنا، ما تبغى. 2 3 4 حلو. ونحطي الأذرع هذه الآلية، وني هني تعالوا امسكوها كلها عندكم، امسكوها كلها عندكم. نشيل هذا ونحطه هني، نشيل هذا من الصناديق. انزين نحط لنا الصناديق، ما بحط اكثر من 4 1 انا هاي اللي بشيلهم بحطيهم هني. بحطي لي ابو صناديق، وين صناديق؟ هسه هنا صناديق. بحطي هذيل هني. اوكي تعالوا تعالوا هني، تعالوا هني، ونحطي لنا هايل. طبعا هايل حطيناهم، شل هايل. خلنا نحط شيء فضي، المشكلة مش هي المشكلة، شيء فضي الصناديق. خلنا نمشي نشوف هاي الكم يبون. الحين عندي مشكلة، الحديد الزايد مسوي لي مشكلة في حياتي. زين اوكي، ارمي احط 1 5 بس هاي لازم اشيلهم، ما كانهم غلط الصراحة، مش اوكي ابدا. اقول لك خليك مكانك انت، بنفضي فيك، فضي فيك القهر بعد تريا. انتو فضوا قبل الاخضر يروح، خلنا اشغل كم. زين شغلناهم. قطار فيه ولا ما في قطار؟ فيه وايد سمن، ما ابغى هذا احطه هنا، ما عليه مشكلة. خلنا ترسك متروس الردي، خلنا ترسك. زين خلنا نكمل خط الانتاج مالنا اللي طلع الروح. زين الحين لازم نجيب فيول. فيول موضوع سهل،
لكم فيول الحين. يبقى هني، لا مش هني، هني مكان تعبان. هني هنا، هنا السبريتر. نعم تعالي السبريتر شيبه يا رمبريت، تعال استوى عندي يا رمبريت. مش خوية يعني، لا هي وقفت على ايرون بليت المو طيبة. انا بسوي شو اسمه سبلتر اول شيء. ايوه هذا هو. ليش تسوي سبلتر؟ على اساس ان الخط هذا انتاجه الحين ما يوقف من فيول. فاللي بسويه اللحظة يوصل، يوصل خلاص. فالحين اذا في فيول بيصوب الثاني بيمشي خط كامل مع منو، مع السبلتر هذا. ونحن شو عندنا هني؟ عفران. اوكي عفران، فرنين 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 فرنين. بعد عندي 16 فرن ترى، مشكلة. تعال انت، انت تعال نشل هذا من مكان. الحديد ونودي مكان ثاني. مشكلة الحين متأكد انه هو ما بيحصل اصلا مكان، انه شو سوي هني سبلتر. واحد يروح فوق، واحد ينزل تحت، اكمل فيه سيدة. ده سبلتر بيخرب الدنيا. مسوي سبلتر، مسوي سبلتر، عارف بيخرب الدنيا. اوكي الحين مرة طيبة. هاي ما بيكون فيها كهرباء. الريسيرش ما قاعد يستوي. انتزر كبستي فور. يبالها البنفسجي، البنفسجي بعدنا ما اشتغلنا عليه. انا ايش صار على هذا؟ انا ما انتبهت ان الشي اسمه بشغال على فكرة. الريسيرش ما تخبروني بعد. انزل اول شيء بنسويه، بنستهلك شوي حديد هنا دام عندنا حديد وعندنا انتاجية حلوة. شو ابى اسوي؟ بطلع هني ترى السملتر بيكون تحت. ولا اقول بلاها بلاها، بودي حديد هني وخلاص. نبغى حديد هني. الحين نبغى حديد وين؟ حق صناعة جزء الروبوت. زين اوكي الحين هذا الحديد وصل حلو. الحين نبغى شو نسوي في هذا الالكترونيك سيركت كنا صح؟ غير حديد شي يبغى الالكترونيك سيركت، يبغى له حديد. وهذا بعدين ستيل، يعني بحتاج الحديد كله. فالحين نحن شو بنسوي؟ هذا لا يستهلك وايد على فكرة، ما قاعد يستهلكونه، ممكن نستفيد منه. بس من بالحين، الحين باخذ لي خط من هني سبلتر انتاج، وارم باخذ المجموعة افرام هني دايركت. سبلتر لو سمحت، والسبلتر بهل كان اليوم. خلنا السبلتر هذا طلع روحه، خليه يخاف واحد يخسره يطلع روحي تمام. صدق ليش مسوي لي حشرة قم بيبة؟ لا مش الطريقة هاي. هني طلعت تحت الأرض
لانه هذا بسويه هني ستيل، والعنصر الثاني اللي نباه حق هذا كبر كيبل صح، هذا بخليه عشان بكبر السملتر هني، بسوي سملتر ضخم كبر كيبل هني بسوي واحد اثنين ثلاث اربع خمس، هذا بيكون عبارة عن مصنع للش اسمه مصنع كيبل، يشلونهم يودونهم مرة ثانية لمنو يعني الحين النبار، بس يشلون هذا 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 حلو، هذا شو ينتج؟ ينتج كبر كيبل. ليش بحط هذا؟ ليش بخسر انرجي ودنيا وتعب على اساس لو احتجت كبر كيبل في شيء ثاني اقدر اطلع عادي ما بيكون عندي مشاكل. ممكن اخر شيء بعد احط اللوجستيك جست عقب اقدر اسوي فيه شو، ممكن اسوي فيه لا في واحد زعجني الصراحة تيم سبيك. انزين عقب نسوي فيه ال نسيت اعطوني يعني ويك اب مش وقت ابدا، مخي طار مخي طار من الويك اب هذا. شو كنت انا بسوي نسيت، ركزوا معي. انزين كهرباء 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 كهرباء، وين مصدر كهرباء قريب؟ في كهرباء قريبة في هذه. هذا الحين اللي بيسوي لنا شو؟ كبر كيبل. اوكي. واذا بغينا نستعمل انه هاي غلطة سويناها تحت. فما قدرت استعمل شو؟ خلنا نشيل هذا. اوكي. حطي سبلتر هني ثاني شوفوا الحركة. حطي لنا سبلتر ثاني مو مشكلة. السبلتر وايد مفيد. ليش؟ اقدر انظم فيه بشكل خرافي الصراحة، وايد وايد مفيد بالنسبة لي انا. هذا بنحطيه هني وهذا مو مشكلة بخليه يدور حوله. افا ما توقعت متوقعت منك تسوي فيها الحركة هاي. شوفوا كيف الدورة هاي، بس بتوفر عليه شو عقب؟ بتوفر عليه تعب. الحين هذا يشيل كم حبة؟ شوف كم حبة يزيد. خلنا نطلع الانتاج برا نفس الحركة. ليش؟ على اساس في المستقبل اروم اشيل الالكترونيك سيركت والدوين. ما بقى انا عندي الالكترونيك سيركت تحت بس مو بجيبه هنا بصراحة. كل كم يعبي؟ اثنين. اوكي حلو، انه هو يحتاج كم اصلا؟ ثلاثة. اوكي اشيل الاثنين. اوفررايد ستوك سايز. اوكي شوف الفور اوفررايد شو شو ريل بلوكس. اوكي نقب. خلنا نسوي الحين الكترونيات. طبعا الخط الهدف منه شو؟ الخط الهدف منه يكون اوكي احتاج ستيل. تحتاج ستيل يا ستيل ستيل وبتري. انزين هذا كان اتصور الحلقة كان انتاج اسميها ولا بنقول عنها انتاج الروبوتات الجزء الثاني. نكمل معاكم في حلقة ثانية نكمل فيها موضوع الروبوتس وشو بنسوي في الروبوتس ب
بإذن الله بإذن الله إن شاء الله، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.